ما هي اتفاقية مونترو؟ دخلت اتفاقية مونترو حيز التنفيذ في 9 من نوفمبر من سنة 1936، وهي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب. تتضمن 29 بندا وأربعة ملحقات وبروتوكول. وشهدت المنطقة منذ بدء العمل بالاتفاقية خلافات بين عدد من الدول الموقعة عليها، وخاصة موسكو وأنقرة، كان من بينها خلاف برز نهاية 2015. فقد استدعت أنقرة السفير الروسي لديها في يوم الاثنين 7 من ديسمبر 2015 احتجاجا على قيام أحد الجنود، وكان على متن سفينة روسية، بحمل قاذفة صواريخ في وضعية الإطلاق أثناء مرور السفينة بمضيق البوسفور. وقد اعتبرت تركيا ذلك التصرف استفزازا ومخالفة صريحة لاتفاقية مونترو الذي يضمن مرور السفن المدنية والحربية وفق شروط واضحة. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن جميع السفن العابرة لمضيق البوسفور يجب أن تحترم القواعد القانونية الدولية، معبرا عن أمله في أن تكون تلك الحادثة الاستفزاز الوحيد ولا يصبح نهجا. وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد إسقاط طائرات تركية لسوخوي 24 روسية، خرقت المجال الجوي التركي، ورفضت الاستجابة لعشرات تحذيرات في 5 دقائق، وذلك يوم 24 نوفمبر 2015. ونددت موسكو بإسقاط الطائرة وتبنت إجراءات عقابية اقتصادية ضد أنقرة، بينما بادرت تركيا للتأكيد بأنها تعاملت وفق قواعد الاشتباك دفاعا عن سيادتها، وأظهرت للعالم الأدلة التي توثق لاختراق الطائرة الروسية لمجالها الجوي. تاريخ التوقيع والبنود. وقعت اتفاقية مونترو في سويسرا من سنة 1936 بمشاركة دول من بينها الاتحاد السوفيتي، تركيا، بريطانيا، فرنسا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، يوغوسلافيا، اليابان وأستراليا. أعلنت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد. أما السفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود فسمحت أن تكون سفنا سطحية وخفيفة ومساعدة، بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن 9 سفن مارة عبر مضيق في آن واحد، وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15,000 طن. وتحدد اتفاقية مونترو الحمولة الإجمالية للسفن البحرية لدولة من خارج حوض البحر الأسود بمقدار 20,000 طن، أما الحمولة الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خارج حوض البحر الأسود فتحدد ب30,000 طن، وقد تزيد حتى 45,000 طن، كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود ب3 أسابيع. وقد بدأ سريان مفعول اتفاقية مونترو في يوم 9 من نوفمبر 1936، وهي تعتبر وثيقة دولية تحدد نظام المرور عبر مضايق البحر الأسود. وعلى هذا الأساس فإنه في حال تجاوز سفن الدول خارج الحوض البحر الأبيض المتوسط للمدة المعينة، أي 21 يوما، فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن، أي تركيا، المسؤولية المباشرة حتى وإن لم يذكر ذلك في بنود الاتفاقية. تتضمن الاتفاقية 29 بندا وأربعة ملحقات وبروتوكول. سنة 1945 و1946 احتج الاتحاد السوفيتي على التضييق الذي طال مرور السفن الحربية، ودعا لمراجعة الاتفاقية بما يسمح بمرورها وفق شروط أكثر ليونة. أما من جهة أنقرة فإنها تود وفق تقارير إعلامية أن تتخذ تدابير أكثر صرامة عند مرور السفن التي تشكل خطرا على البيئة، ومن بينها السفن نقل البترول ومشتقاته.